عاد إلينا سيادة النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب. سيادة النائب، كنت أسألك أولا كيف تابعتم بمجلس النواب الحادث اليوم، وعلى الجانب الآخر ما هي الإجراءات التي ينوي مجلس النواب اتخاذها في هذا الشأن خلال الأيام القادمة؟ شكرا أستاذ أسامة. الحقيقة في البداية لازم أتقدم بتعازي لجنة النقل والمواصلات ومجلس النواب، وعلى رأسه طبعا معالي المستشار حنفي الجبالي رئيس النواب، لأهالي الشهداء حادث هذا القطار، أهالي الشهداء من سوهاج ومن أسيوط، أيضا أهالي المصابين. والحقيقة إحنا النهاردة تقبلنا هذا الحادث الحقيقة بحزن شديد، لأن هذا الحادث الحقيقة إحنا كنا بقالنا فترة كبيرة ما شفناش حوادث زي دي. والحقيقة إحنا ما يفعله فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن اتفاقيات وسعي دائما لتطوير السكة الحديد وتطوير الطرق وتطوير المواني وتطوير قناة السويس، ما يفعله أيضا دولة رئيس الوزراء، الحقيقة إحنا خلى مصر تقدمت كثيرا. ولكن هذا الحادث نتيجة تراكمات 50 سنة من خلال الحقيقة منظومة كانت تهلكت وكانت أصبحت قاب قوسين أو أدنى. طبعا زي ما قال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أرواح المصريين غالية علينا، ولذلك هناك اتفاقيات لتحسين منظومة السكة الحديد. طبعا أنا يعني من خلال شاشة حضرتك بأؤكد أن لجنة النقل والمواصلات اتخذت ثلاثة إجراءات. الإجراء الأول هو إرسال وفد من لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب محمود الضبع، تمام، واللواء حسام عاشور، والنائب أحمد سعد، والنائب مصطفى محمود، أولا للوقوف على أسباب الحادث مع اللجان الفنية الموجودة هناك، ومشاركة أيضا مجلس الوزراء التواجد في الحادث. نمرة اثنين، التوجه لأهالي الشهداء لتقديم أحر التعازي، ثم المرور على المصابين في المستشفيات للتأكد من تلقيهم العلاج المناسب. ثانيا، اللجنة ستعقد عدة اجتماعات مع المسؤولين والتنفيذيين، شريطة أن تأتي إلينا التقارير الموثقة. أنا بحط تحت دي 30 خط، التقارير الموثقة من الجهات المنوط بها التحقيق في هذا الحادث. أولا النيابة العامة، كما أشار معالي المستشار حمادة الصاوي، النيابة العامة هي المختصة بالتحقيق طبقا للإجراءات المتبعة، وبالتالي يجب أن ننتظر التقارير الفنية التي ستصدر من الجهات التي ستنتدبها النيابة العامة. ثانيا، ما ستقف عليه النيابة الإدارية والرقابة الإدارية واللجان المشكلة حتى يكون لنا محاسبة سياسية للمهملين، للمقصرين، لمن تسبب في هذا الحد. أي بيان تاني هيصدر من أي جهة أيا كانت، أنا لن أعترف به كرئيس لجنة نقل المواصلات، لأن المصادر الموثقة هي المعمول بها. آخر حاجة بتكلم فيها، طبعا الحقيقة هذا الحادث الأليم يؤكد توجه الدولة المصرية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لابد من تطوير السكة الحديد والطرق وعمل شبكة طرق جديدة وقطار كهرباء، عشان محدش يطلع يقول لازمة القطار الكهربائي إيه. دي الرؤية بتاعت سيادة الرئيس اللي بينظر لها مصر من سنوات طويلة حتى نحافظ على حياة المصريين. حياة المصريين أهم من الأموال. طيب حياة المصريين يعني أرجو أن تبقى معي سيادة النائب وتتابع معي أيضا وأنت على الهواء مباشرة ما يقول لنا الآن دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان. دكتور خالد، أولا بعد التحية، ما هي الأرقام النهائية الآن سواء بالنسبة لحالات الوفاة أو على الجانب الآخر بالنسبة للمصابين، وما هي حالتهم كذلك؟ دكتور خالد، دكتور خالد مجاهد، هل تسمعني؟ دكتور خالد، هل تسمعني الآن؟ طيب أعود إليك مرة أخرى وأعتذر منك سيادة النائب علاء عابد. يعني كنا نتحدث عن الإجراءات التي تنوون، كنت تتحدث في الإجراء الأخير فيما يتعلق بالبروتوكول المتبع الآن لديكم داخل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب. صحيح، سنأخذ التقارير الفنية المتعلقة بهذا الحادث ونصل للحقيقة من خلال تحقيقات ومن خلال أجهزة فنية ومن خلال جهات رقابية حتى نصل للحقيقة، ثم تبدأ
الرقابة من خلال المحاسبة السياسية وليس الجناية. احنا مش جهة اختصاص ولا تحقيق، ولكن احنا جهة اختصاص سياسي لمن قصر لنا الأدوات بداية من السؤال حتى وصولا إلى الاستجواب والإقالة أيضا لأي مسؤول قصر في هذا. ولكن احنا مش عايزين نسبق الأحداث عشان ما يطلعش علينا مصادر تقول لك اصل حد عطل، حد وقف، حد عمل. حضرتك والحقيقه يعني يبدو اننا في مساله المساءله والمحاسبه لدينا وزاره الان قد تفلت من المساءله والمحاسبه داخل مجلس النواب. الحقيقه اللي قاله الدكتور خالد يعني الحقيقه هو شيء جيد، ولكن انا كنت اود اساله هل القدره الاستيعابيه للمستشفى سوهاج هتستوعب هذا العدد من المصابين اولا؟ هو اشار انها ليست فقط مستشفى سوهاج، هو هناك اكثر من مستشفى سواء تتبع وزاره الصحه او وزاره التعليم العالي. كويس قوي. ايضا يعني احنا طبعا محافظه سوهاج هي قريبه من اسيوط وقريبه ايضا من محافظه قنا، فاذا كانت بعض الحالات التي تحتاج الى عنايه معينه او نقل معين بطريقه معينه ارجو طبعا وضع ذلك. ولكن انا بشكر طبعا على جهود ان هو بيقول مش محتاجين تبرع بالدم ولدينا الاحتياجات، وفي اطقم طبيه وصلت على طائره خاصه من اجل مباشره العلاج لمصابين هذا الحادث الاليم. اخيرا وليس اخرا، انا متابع على مدار اليوم مع دوله رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، وايضا يعني كان اتصال بمعالي محافظ سوهاج الصبح الحقيقه، وتبين ان هذا معالي المحافظ متواجد بمكان الحادث وبلغني طبعا بالموقف هناك. الموقف كان صعب، واحنا لدينا اللجنه تقريبا على وصول دلوقتي، اللجنه المشكله من لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب محمود الضبع على وصول، وسوف تتلقى أيضا التقارير وتستمع للناس وتنتقل لأهالي الشهداء وأيضا هتنتقل لأهالي المصابين ومتابعة ذلك في المستشفيات. طيب سيادة النائب، على الجانب الآخر، منذ اللحظة الأولى تابع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الأمر، بل وجه أيضا بتشكيل لجنة مختصة للبحث في هذا الأمر، وكذلك وجه رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بالتوجه فورا إلى محافظة سوهاج. هذا فيما يتعلق بجانب الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته للحكومة. ما يحدث على أرض الواقع؟ كيف ترونه الآن داخل مجلس النواب ليس فقط كلجنة نقل ومواصلات؟ الحقيقة كل النواب يمكن كلموني من أسيوط وسوهاج والمنيا وبني سويف وكل محافظات مصر، كل النواب عايزة تروح وتشارك في هذا الحدث، ولكن إحنا توزيع العمل يعني إحنا بعض النواب حاليا في سوهاج وفي قنا. يمكن أنا كنت بتكلم مع المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية وهو متواجد في محافظة قنا دلوقتي وقال بعض الحالات